شاب اليوم حابب اتكلم بهذا الفيديو عن مود بجنن، بيعقد كتير، بيسطل قد ما حلو. كل اللي علينا ننزل المود من البلاي ستور، كل اللي علينا نعمله نفتح البلوك لانشر، هو حيفوتنا على الماينكرافت. نفتح الارض اللي بدنا اياها بهالشكل هيدا اللي بدنا اياها، بس انتبهوا بنحطها كرياتيف. من بعد ما تنفتح الأرض نكبس على هيدي الإشارة اللي فوق، نكبس على برا، خلي المود مع الأغراض والماتيريال. مثل ما شايفين هون عندي كل هالأسلحة، وعندي هون عندي أدوية، وعندي أمو، يعني عندي ذخيرة هون. هون عندي الأسلحة. طبعا بدي أقول شغلي، إنه الأسلحة بتأطلق سهوم، حتى ما حدا يقول شو بيقتلكو، أو تي إن سي سهوم، شفتوا سهم هذا ريلود، تدوس على ريلود بيرجع بيخرطش، بيطلقوا سهوم. هذا بيطلق سهم متفجر مثلا. في عنا هيدا ميني جان، أجمل شي، كله سهوم، كله بيأطلق سهوم، شفتو؟ أو أسهم. أجمل شي الميني جان، 500 سهم. حوطي الصوت، وقفت مثل فرجيكم السهوم ما بيختفوا، بيضلوا. كمان نكبس ريلود، بيعمل ريلودينج. شوفوا الأسهم لو مرقت من حدهم ما بتاخدهم وما بيختفوا أبدا. في كمان قنابل، يعني الانبلي شي كتير حلو. كمان في مولوتوف، هورجيكم نتفي هالكم غرض من فوق. اول شي هادي سكين عادي، سكين هون في هيدا، يعني انتو بتعملوه. هيدا نايت فيجن بينكلورز، اذا انت كنت بالليل بتقشع منه. هيدا واحد عادي، هيدا باراشوت انت بتستعمل الباراشوت. شفتوا كيف بيبطئني بس احمله، بس قفلته بنزل اسرع. هيدا سموك، شي كتير حلو، شي كتير كتير حلو السموك. هنكمل حدث خطأ تقني صار معانا. هذا اسمه شوف، بس تقرب منه وتتنشأ وبيأذيك. في المولوتوف كل وحدة مولوتوف تعمل بقعة. في الانبلي العادية، في الانبل الأقوى.
اعتذر بقى لانشر عندي، بعتذر. وقف لي المودز، بعتذر عن هالخطأ اللي صار، بتمنى كون قدرت وصلكم فكرة عن هيدا المود. هو أسلحة فيه 40 سلاح، فيه أنابل، كل الأسلحة بتشتغل إما على التي إن تي وإما على الجليد وإما على الأسهم. خلينا هادو معلق، بعتذر من هالشي.